كان رجل يعمل عند تاجر ويأخذ أجرته من السمن والعسل، وكان يأكل منه حاجته ويرفع الباقي في جرة فيعلقها في وتد في ناحية البيت حتى امتلأت. فبينما هو ذات يوم مستلق على ظهره والعكاز في يده والجرة معلقة فوق رأسه، تفكر في غلاء السمن والعسل، فقال: سأبيع ما في هذه الجرة بدينار وأشتري به 10 أعنز، فيلدن في كل 5 أشهر بطنا ولا تلبث إلا قليلا حتى تصير غنما كثيرة. فقال: أنا أشتري بها 100 من البقر وأشتري أرضا وأزرعها وأنتفع بألبان الأبقار ونتاجها، فلا يأتي علي 5 سنين إلا وقد أصبت مالا كثيرا، فأبني بيتا فاخرا وأتزوج امرأة جميلة. وبينما هو سارح الذهن أشار بالعصا إلى الجرة دون قصد فكسرها وسال ما كان فيها على وجهه. وجدت رندة نفسها في قصر فخم كالقصور التي تتحدث عنها القصص والكتب المصورة. كانت ترتدي الملابس غالية الثمن وتمسك بيدها عصا صغيرة تلوح بها هنا وهناك، فيتغير كل شيء وفق هواها، فتضرب مثلا ضربة خفيفة فوق صندوق حتى يصبح بلمح البصر دبا محشوا بالقطن. وإذا عطشت أو جاعت لوحت بالعصا الصغيرة، فسرعان ما تمتلئ المائدة بالأطباق والحلوى الفاخرة والفاكهة اللذيذة. ثم تطلعت رندة إلى فستانها فإذا لونه كلون السماء وقد ازدان بالماس البراق، وتهدل شعرها كالحرير فوق كتفيها. كانت رندة تقول: أريد هذا أريد ذاك، فتحقق العصا السحرية لها ما تريد. وفجأة استيقظت من نومها العميق وفتحت عينيها فعرفت أنها رأت حلما. ثم فتحت أمها عليها باب غرفتها فقالت رندة: ليتك تعلمين يا أماه أي حلم عجيب حلمته. فسألتها أمها: وماذا رأيت في حلمك؟ قالت رندة: رأيت أنني أنال كل ما أريد وأشتهي. فأجابتها أمها: إننا نرى في أحلامنا الأشياء التي نشتهيها ونتمناها، ولكننا لا نستطيع الحصول عليها إلا بالعمل والجهد، فهما سر سعادتنا. هيا يا أحبتي لنقرأ هذه الأمثلة. ترتدي رندة الملابس غالية الثمن. رأت رندة حلما. فتحت أم رندة الباب. ما نوع هذه الجمل؟ أحسنتم، إنها جمل فعلية. وما نوع الكلمات التي تحتها خط في هذه الأمثلة؟ أحسنتم، إنها أسماء. ما حركة أواخر هذه الأسماء؟ أحسنتم، إنها الفتحة. لعلكم وجدتم أن هذه الجمل جمل فعلية قد بدأت بفعل وبعده الفاعل، كما تجدون أن الكلمات التي تحتها خط الملابس حلما الباب جميعها أسماء، وأن كل اسم من هذه الأسماء وقع بعد فعل وفاعل، وأن فعل الفاعل قد وقع عليها ويكون المفعول به جوابا عن ماذا. ولو تأملنا حركة آخر كل اسم من تلك الأسماء نجد أنها الفتحة، وهي علامة النصب، ونسمي الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل المفعول به.